سلام الله عليكم وتحية لجميع متابعي ومشاهدي قناة عثمان برشلونة من جديد. وكما العادة نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. خوتي، ميناء الميريا الإسباني يستعد لاستقبال المسافرين في إطار عملية عبور المضيق أو عملية مرحبا. يعني هذا هو الشغل الشاغل ديالنا احنا الجالية المغربية المقيمة هنا في اسبانيا ولا في اوروبا بصفة عامة، حيت الناس اللي كيهبطوا في السيارات ديالهم كلهم تقريبا كيدوزوا عبر الجزيرة الخضراء اولا ميناء طريفة اولا سبتة ومليلية. هذا المقال هذا يعني كيعزز انه تكون عملية مرحبا هذا الصيف هذا اولا فتح الحدود يعني بصفة عامة. خليكم معايا لان هذا المقال جد مهم، كما قلت لكم راه كيعزز انه يكون قرار ديال وحنا الصراحه حنا الجاليه المغربيه طول بالنسبه لنا طول ما كان يعني القرار او الاعلان ديال القرار عن عمليه مرحبا او لفت الحدود طول ما كان قبل فهو مزيان لنا حنايا، باش حنا كنقوموا بالاستعدادات ديالنا يعني كنقوموا بالترتيبات ديالنا وكنوجدوا راسنا. خليكم معايا ونمشيو للتفاصيل اخوتي، وما تنساوناش عافاكم باللايكات، راه اذا ما ذكرتكمش راه كتبخلوا علينا باللايكات. الخبر جد مهم كما قلت لكم ديال عمليه مرحبا او عمليه العبور او فتح الحدود يعني بصفه عامه. خليكم معايا. نبداو على بركة الله ونشوفوا المقال اللي كيهضر على عملية العبور واستعداد ميناء ديال الميريا اللي كيعمل ترايكتو ديال الميريا الناظور. المقال كيقول ميناء الميريا الإسباني يستعد لاستقبال مسافرين في إطار عملية عبور المضيق أو عملية مرحبا. بدأ ميناء الميريا الأندلسي عام 2020 بتوقعات مهمة، ففي الشهرين الأوليين من السنة تم تسجيل زيادة في نشاطه ليس فقط في البضائع ولكن أيضا في عدد الركاب، ومع صدور مرسوم حالة طوارئ في البلاد في مارس من العام الماضي وجهت ضربة قوية لميناء المدينة، وبعد عام من إعلان حالة طوارئ وإغلاق الحدود تظهر أرقام السنة الماضية تراجعا كبيرا مقارنة بنسبة 2019، حيث وصل العدد مليون مستخدم. وتقول أحد المصادر أن سلطات الميناء تتوقع زيادة عدد المسافرين الذين سيعبرون عن طريق الميناء في إطار عملية عبور المضيق. يعني هذا الشيء هذا كيشير على أنه غادي تكون شي حاجة يعني عبور المضيق أو مرحبا. وتضيف الصحيفة أن التقديرات تشير إلى أن 600,000 مسافر سيستخدمون ميناء الميريا للعبور إلى القارة الإفريقية سواء إلى المغرب أو الجزائر. وفي عام 2020 كان هناك انخفاض بنسبة 86% في عدد الركاب، حيث عبر عن طريق الميناء ما يزيد قليل عن 126,000 مسافرا عبر الميريا في العام الماضي. بعد شهر مارس تم إلغاء جميع الرحلات البحرية في مدينة الميريا، والأسوأ من ذلك كله أن بداية عام 2021 تجعل الرقم أقرب إلى انخفاض بنسبة 99%. وبعبارة أخرى كان الانخفاض في حركة الركاب ذا أبعاد كارثية للنشاط الاقتصادي الناتج عن ميناء الميريا. فعلا يعني المتضررين يعني الأوائل من قفل الحدود هما الموانئ، يعني كنهضروا على لا الموانئ المغربية ولا الإسبانية، ميناء طنجة المتوسط وميناء ديال الخزيرات جزيرة الخضراء بدرجة أولى وطنجة المتوسط كذلك، وكذلك الميناء ديال ترويل وديال الميريا وديال طريفة كذلك. المهم الخلاصة من هذا الشيء هذا كامل يعني أخبار بحال هذه كتعزز يعني وكتعطينا أمل أكثر أنه غادي تكون عملية العبور هذا الصيف ان شاء الله، ونتمنوا ذلك. وكما عارفين يعني الجاليه يعني المغربيه بصفه عامه باوروبا اوروبا كامله يعني احنا هذه القضيه ديال الرحلات الاستثنائيه والطائرات وهذه يعني
قليل نظرا للغلاء، يعني غلاء التذاكر وبزاف ديال الامور. يعني حنا اللي كيريحنا هو لان بزاف الناس كيقول لك راه كاينه الطياره نو الاغلبيه، يعني نقدر نقول لكم 70%، واحد اذا كانت غادي تهبط مثلا جاليه 80% ديال الناس اللي غادي يهبطوا المغرب او ديال العائلات اللي غادي يهبطوا المغرب بهذه الطريقه ديال الطائره، يعني كيهودوا الاغلبيه للضروره او لا العائلات اللي عندهم السيارات ديالهم اللي عندهم السيارات ديالهم في المغرب. اما باش الانسان يهبط مثلا طائره باش نمشيو، ولكن كيفاش الاغلبيه كيدوز شهر ونص، كيفاش غادي نبقاو حنا يعني شهر كامل بدون سياره والانسان كيهبط المغرب باش يسافر باش يزور العائلات ديالو باش يمشي كونجي؟ واش غادي نبقاو نكريو الطوموبيلات ولا كيفاش غادي نعملو؟ نو المغرب كنعرفوه حنا، يعني كنعرفوه بالسيارات ديالنا، يعني الانسان خصو يهبط بالسياره ديالو مع وليداتو. واش غادي تبقى دابز على التاكسي ولا على الطوبيس ولا هذا؟ واش نو كنتمناو من الله، وحنا ما غاديش نسكتو على هاد القضيه ديال العمليه ديال مرحبا ولا فاتح الحدود. وهنا بالنسبه للحركه ديال السلع والبضائع، وظل نشاط نقل السلع متواصلا رغم انه لم يكن بقدر توقعات النمو، لكنه ظل نشطا في كل من ميناء المريا وكربونيراس، وهو ميناء تابع لهيئه ميناء المريا، حيث نقل ما يقارب من 5 ملايين طن من البضائع. ويعزي الانخفاض الطفيف في نشاط الموانئ من حيث البضائع بشكل أكبر إلى توقف واردات الفخم إلى ميناء كاربوريناس بسبب إغلاق محطة إنديسا للطاقة الحرارية. وصرح رئيس هيئة موانئ خيسوس كاسيدو أن هذه الأوقات الصعبة أدت إلى تقدير القيمة الاستراتيجية والأساسية للموانئ مثل موانئ المريا والبناء التحتية والخدمات الأساسية التي نظمت في جميع الأوقات حسن سير سلسلة التوريد حتى لا يتوقف نسيج الإنتاجي عن العمل ويضمن الإمداد للمواطنين. وتمت الجهود التي يبذلها كل من يعمل بشكل مباشر وغير مباشر في نشاط المدينة حتى لا يوقف النقل البحري للبضائع. ومع عودة الحياة إلى طبيعتها، وهذا هو المهم، واصلت هيئة الميناء نشاط إداري لتطوير مشاريع مهمة ومستقبلية مثل تركيب مصائد غبار في ميناء كاربونيراس وسفن الصيد الصغيرة في ميناء المريا وتكييفها، أرصفة لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال ومحطة مركبة الثقيلة وتوسيع الوصول إلى الميناء عبر حي بيسكاريرا. الأعمال التي تم رصد موازنة لها تقدر بحوالي 30 مليون يورو. ما نطولش عليكم بزاف، تهلاو لي فراسكم وكونوا اليوم في الموعد. غادي يكون عندنا واحد المباشر مهم بحضور اللي كيهمنا حنا يوتيوبرز المغاربه المتضررين من هذا الحزب اللي كان عادنا حنا كيوتيوبرز مغاربه. وغادي يكون معنا ان شاء الله الاستاذ هلال محامي، وغادي يكون معنا القنصل سي عبد الله بيدود القنصل العام للمملكه المغربيه هنا ببرشلونه. كونوا في الموعد اليوم في 9 على 9 مساء. تهلاو لي فراسكم، امسيه سعيده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.